الشام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح ينتهي عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح ينحني تعال رشدي مات مطعون بخنجر وهذا الحكي أكد لي الطبيب الشرعي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما نعرف مين القاتل؟ بده ينعرف. أنا جاي أخبركم هلا إنه أنا بدي أحقق مع كل واحد بالحال. الله ويدك. وين كنت مبارح بالليل أبو عامر؟ ما فهمت. ليش السؤال؟ عم بسألك جاوب على قد السؤال. شو أبو حسني؟ كأني متهم أنا بالقتل؟ مو بس أنت، كل أهل الحارة متهمين. كنت ببيتي. عندك شو؟ حريمي وأختي. أنا منه؟ حرمتك اللي انقتلت عندك ولا حرمتك المحبوسة على ذمة التحقيق؟ بشير أفندي، هات من الآخر. التحقيق بموت زهرية ما خلص أبو عامر. وأنا ما بدي إياه يتسكر لحتى ينعرف القاتل. القاتل منك وفيك. أنا ما عاد بشير أفندي ومع التحقيق كله. وأنا رح أستمر بالتحقيق معك ومع كل أهل بيتك. واحد واحد. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو عامر؟ شا
شايف لك بشير افندي بدي لبسك التهمه. هيك شايف لك يا مختار. فيقوم بكره يجرجر حريمك واختك على الكركون وعلى سين وجيم واتهامات. اسمع ابو حسني، اللي بده يجرجر حريمي واختي على الكركون لسه ما نزل من بطن امه. لا ما عرفوا ولا عرفوا مين فات على بيتكم وسرقكم، بس مشان الذهبات اللي سرقوا من عندكم لازم تخبري مختار الحاره مشان يقول لرئيس الكركون ويعمل تحقيق مع كل اللي معروفين بالسرقه بالحاره. ايه الله يوفقك يا شهيره خانم. طيب شو رح نستفيد من هالشي اذا السرقه صارت قبل ما تجوا انتوا على الحاره بشي شهر؟ بس لازم يعرفوا كباريه الحاره. خلاص انا رح اقول لاخي ابو عامر خليه يتصرف، وباذن الله رح ينعرف مين اللي سرقكم. ماشي، شو اللي عم بسمعه يا خانم؟ خير، شو سمعتي؟ الحاره قايمه قاعده من قتل وسرقه وهريبه حريم. قصدك رفيقتك فكريه؟ لك صحيح، ليش هربت من عند جوزها؟ لسا لهلا ما حدا بيعرف. الله لا يتوهلنا رأي يا أم هاشم. وشو قصته هذا جوزها اللي لقوه مقتول بالبيت؟ يو، وانتي مين نقل لك هالأخبار؟ مراتب كانت عندي الصبح وحكت لي على كل شي عم بيصير بالحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكل واحد شو بده يحكي ليحكي. الحارة صايرة متفرقة والناس مختلفة مع بعضها، والقوي عم يغضب بالضعيف. وهذا من شو عم بيصير يا شهيرة خانم؟ هذا كله من الغريب اللي فات بيناتنا وفرقنا عن بعضنا، ومن الناس اللي مشيت معه ضدنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بعرف شو صار لهالعالم، تقولي طقمخها. الله يهدي البال ويرجع عقل كل واحد لراسه. لك ما رح يرجع، ما رح يرجع إذا ما طلع الغريب من عنا والقلع. ايه والله مزبوط. أنا ما عاد أجي لعندك لو شو ما صار. وأنت اسمعي شوي. شو بدك؟ شبكي؟ مانك رايقة وقت اللي إجيتي؟ شوف مظهر، أنا ماني تسلاية عندك. أنت شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ إيه، أنا حاسستك عم تتسلى فيني، وعم تكذب علي كمان. ليش بشو أنا كذبت عليكي؟ أمك مو مانعتك من الجواز، وأنت اللي ما بدك تتجوز مظهر. ومين اللي قال لك هذا الحكي؟ أختك فهمية هي اللي قالت لي. هذا الحكي مو صحيح. لا صحيح، لما سألتها لفهمية ليش ما تجوزت لهلا قالت لي إنه أنت ما بدك. أختي ما بتعرف شيء. بلا، ولما قلت لها ليش أمك ما بدها تجوزك قالت لي بالعكس أمي بدها تفرح فيك، بس أنت ما أنك رضيان. كمان هذا الحكي مو صحيح. حبيبي والله أنا بحبك، خلصني مشان الله وريحني، لا تخليني أفكر إنك شخص مو منيح. يعني أنا لح أخلي فيكي وأرميكي وما أقول للعالم إني متجوزة؟ آسفة حبيبي، بس أنا هيك فكرت، خصوصا لما أكدت لي فهمية إنه أنت اللي مأجل جوازتك وأمك ما دخلها. إيه؟ شو عليه؟ ماشي، بسيطة. زعلت مني؟ لا ما زعلت منك، بس هالكم يوم هتسمعي خبر جديد. عن جد؟ إيه، رح أعمل لك عرس قدام كل العالم، مو مثل هلا متجوزين بالسر. الله يخلي لي اياك يا رب. ساعتك زعلان؟ لا ماني زعلان. والله انت زعلان مظهر. ورده روحي على بيتكم، ولهون لا عاد تجي لحتى تشوفي امي عنكم عم تخطبك، فهمتي؟ روحي. الجماعة بدهم يراقبوا قرنة أبو الرجع وناطرين ليصير الوقت المناسب ليفوتوا فوتته. أيوة، وما قلت لهم الحرمة عنده؟ قلت لهم، والجماعة عم يفكروا صح. شلون يعني عم يفكروا صح؟ يا عمي أبو عامر، الفرنساوي دعمه لأبو الرجع وعم يعطيه سلاح ليوم السلاح، هذا غير العساكر والمصاري، يعني أبو الرجع بيقدر يعمل اللي بده إياه. أبو عامر، إذا كلامه مزبوط ما علينا أن نستنى، عداهم العيب يعني. شو الحكي يا مختار؟ لا امتى بدنا نستنى لحتى يأذونا المخلوقة؟ يا اخي ما راح نتركها، ما راح نتركها، بس لازم نشغل عقلنا قبل ما نساوي شيء. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تقول شيء يا ابو عامر، لا تقول شيء، خلينا متكتمين على الموضوع لبين ما يجي وقتها، ووقتها الرجال كلهم راح يكونوا معك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله باني مرتاح يا مختار، ولا رح يجيني النوم طالما المستورة عندن منهم. أبو عامر هلأ أنت قوم روح على شغلك، لبين ما صير وقت جنازة رشدي بروح أنا وياك، يعني مشان نقوم بالواجب. روح. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح مختار، شلون لحتى لأقول رشدي مقتول ببيته؟ هذا اللي صار، بس التحقيق لساته شغال، وإلا ما ينعرف القاتل. والله يا أم سعيد، هذا الحجر اللي نزل عنا على الديار ما نزل هيك، هذا له قصة في وراء حكاية. وشو قصته أبو سعيد؟ هل عامل العملة هذا بده يراعبنا ويخلي بالنا مشغول. ومين ببالك اللي عمله؟ ما بعرف ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس منيح منك يا أم سعيد إنه قلتي للحجر لوعي الحال ونطلصوها، لأنه أنا ما بدي هاي الجبارة شو صار معها مع هذا الواطي، بتعيش طوال عمرها مرعوبة. ابن عمي لازم غريب يعجل ويتجوزها. خلاص اليوم أنا بروح لعند أبو عامر بقول له دخيلك عجل بجوازة غريب من بنتي. اليوم بتروح وبتقول له. خلاص اليوم قل له يتجوزها ويسكنوا معنا هون بالبيت، نحن ما عنا غير هالبنت، لسه بده يأجل الجوازة ليستأجر بيت. هو هيك شنو نحنا لازمنا مين يعيش معنا؟ ليش هيك عم تفكر إلي؟ ما بدي اتجوزها معلم، ما بدي اتجوزها وكامل لساته عايش، بدي اياه يموت لحتى ما اقعد عم فكر فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت غلطان، إذا بدك رأيي تجوزها عن حالي كامل، يترك لي على جنب بس نلطور عن حاسبه. لساتني ماني مرتاح. شو اللي قلبك لقلبي؟ طول ما كامل عايش بالي ما راح يرتاح، خايف تنكشف عملته وتنفضح الحرمة بين الناس وانزل واصغر بين الخلايا. لا لا غريب، لا لا تفكر هيك تفكير، ما حتنزل، راح تكبر بعيون الناس، خاصة لما بيعرفوا انك سترت عليها وعرفان انت شو صار معها. ما بعرف لساتني عم احسبها وما عم تزبط معي، عم الاقيها كثير تقيله يا كبير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش معلم، خدني على هواء علاقتي، خليني افكر منيح قبل ما اساوي لارس عليها. خلص عمي ماشي مثل ما بدك، بس لا تطول، خايفين البنت تطلع حبله، هون بنوقع بالشكل وما بنعرف كيف بدنا نلم القصه. لا معلم، باذن الله ما بتطلع حبله. ايه والله يا بي، شفت جنازته طالع وانا فايت لهم. الله يرحمه، راح اقتل. بس شلون صار هالشيء؟ والله ما بعرف، سمعتهم بالحارة عم يقولوا انه حدا قاتله. ابو عزة من بعد اذنك، يعني مو وقت هالحكي هلا، خلينا بقصة كاملة، بنتي لازم تطلع من الحبس. لك يا عيني يا روحي، شلون بدها تطلع والتهمة لابستها لبس؟ يا بي هذا الكلام كله ما راح يرسينا على بر، نحن لازم نلاقي محامي شاطر هو يدافع عنا. كلامك مزبوط يا عزو، لازم نلاقي محامي شاطر يدافع عنها. ايه بوس ايدك يا رجال، شوف لها محامي، حرام حرام والله انه نتركها لحالها. لك شو نتركها لحالها امي، شو عم تحكي انت؟ انا مستحيل اتخلى عنها، هي اختي من لحمي ودمي. عزو، مين برايك المحامي اللي خرج يمسك هالقضيه هاي؟ والله ما بعرف يا بي، مشكله اني ما بعرف حدا. ولا انا كمان بعرف، بس ماشي الحال نسأل ومندور على محامي شاطر. في شغلة تانية بدي أقول لك عنها يا بي. شو هي؟ سمعت إنه بنت أبو سليم هربانة. الله يسترنا يا ابني، الله يسترنا، يرضى عليك، ما بدنا نحكي على حدا، يلي فينا مكفينا. بدي أقول لك إنه الحرمة. شو بها الحرمة؟ قاعدة عندي بالبيت. شو عم تقول؟ قاعدة عندك بالبيت؟ ايه والله يا بي، من لما هربت من بيت جوزها وهي قاعدة عندي. الله لا يوفقك على هالعملة يلي عملتها. لك شو استقبلتها؟ شلون؟ شو بدك يعني اعمل يا بي؟ قلعها؟ ايه قلعها، ناقصنا مصايب وفضايح. ما حسنت يا بي، والله ما حسنت. عزو، اوعك تكون انت يلي قلت لها تعي لعندي على البيت،
أعوذ بالله يا أبي، شو هالحكي هاد؟ الله وكيلكم من لما رفضني أبوها وأنا لا شفتها ولا حكيت معها. بس الناس ما رح تصدق يا عزو، ما رح تصدق إنه هي هربت لعندك لحالة. هذا اللي صار أمي. لكن منين إجتني هالمصيبة الثانية دي انطبشت فوق راسي منين؟ والله أبوها ما رح يصدقك، لا والله، لا والله ما رح يصدقك. شو العمل هلأ يا بي؟ ما بعرف، ما بعرف، شغلي بتحط الأعل بالكف. هلأ خلينا ننسى القصة وما نحكي فيها، وبس يصير وقت مناسب يبقى منحكي. ما رح يصير وقت مناسب منوب. بس أنا يا بي كنت عم بقول لحالي يعني إنه جيبها وقعد عندك هون بالبيت. شو؟ ناقصني مصايب وفضايح كمان؟ يا بي ما بيجوز خلي وحدة غريبة ساكنة عندي بالبيت. وأنا كمان ما بخليها تجي لعندي على البيت لو شو ما صار. شنو لو دري أبوها أنها موجودة عندي ليبليني فيها ورح يجي لعندي حتى يقتلها. وكمان ما بيصير ما نخبرهم هي وين ونريحهم من همهم بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرتك بتعرفي قصتك معها؟ أعوذ بالله، لا ما بتعرف شيء. كتير منيح تقبلني، أوعك تخبرها لأنه بدها تقيم القيامة فوق راسك. مظبوط، اطمني أمي ما رح خبرها بشيء. عفاف اسمعي ولي، كل شيء سمعتي هون حفرنا هون طمرنا، ما بيطلع لبرا. أعوذ بالله أخي، هيك شغلة ما بينحكى فيها بنوب بنوب. أوعي، بعرف لسانك بسبع شطلات أنت. أما لسان طويل، ضبي لسانك ها. حاضر يا بي، حاضر. يا الله يخلينا العقيد ولا يحرمنا هالطلي. يا ليل بريب. خير عقيد، مالك على بعضك؟ شو اللي شاغلك بالها؟ والله شو بدي لك يا بريب، ما بعرف. هذا ابو الرجاء طلب مني شغله. من وقت اللي طلبها وانا عم فكر فيها وصفه يا اخي كركبتني، ما عم بقدر لاقيها دبارة. ايوه. شو هالشغلة يا عقيد؟ طلب مصاري يعني؟ لا ما طلب مصاري. لكن شو بده؟ هذا يا سيدي انا بدي فوت على حارة القصب هو ورجاله. ايوه. ولي ولي على الخبرية، على حارة القصب معناتها ناوي يسرق له كم بيت هذا. بلا، بده يضرب كم بيت، بس مو هادي اللي قرني. شيخ والله حيرتني عقيد. شو اللي قراك؟ انت بتعرفه لأبهاشي؟ معلوم بعرفه لأبهاشي. أبو هاشم من أكبر تجار قماش بحارة القصب، زلمة مليان ومعه مصاري كتير. أبو الرجا قتلوا. قتلوا قتلوا؟ قتلوا. يا عم هالحكي. طب يعني شلون عرفوا؟ شلون اجتمع فيه لحتى قتلوا؟ هذا يا سيدي أبو هاشم وأخوه وحرمتينه كانوا راجعين من الحج. إيه. قام ضربهم أبو الرجا ورجاله. قتلوا الزلم وأخذوا البضاعة وسحبوا النسوان معه. يا باطل، يعني هلأ مرت أبو هاشم عند أبو الرجا؟ لا، هربت. واللي هربتها كريمة يوم اللي أخذت مني الفرد بالليل. أيوة. وأبو الرجا شو بده منا؟ سيدي بده مني تدله على بيت أبو هاشم حارة القصب. مشان شو؟ مشان يرجع أم هاشم ويرجع كريمة معها. العمى بعيونه على هالطلب. يعني برايك ابو ديب انا ما بيجوز لبي له طلبه؟ ما هيك معلوم عقيد؟ ما احلاك وتوافق. بتعرف شو بيساوي رجال حاره القصب اذا دريوا انه نحن ورا القصه؟ بده يصير مشاكل ليوم المشاكل وراح يصير في قتل ودم. بعدين بلاها بلاها هي كريمه، يعني الله وكيلك بتلاقي احلى منه والذ منه واظرف منه بكثير. بلاها عقيد، بلاها، يستر عرضها. بلا مزبوط، بس شلون بدي لاقي له تخريج لابو الرجا مشان ما يزعل مني؟ يعني بفهم منك بدك تطلق مرتك؟ ايه والله يا بي، حاكم من اول ما تجوزنا ما ارتحت ولا يوم واحد. بدها تمشيني على كيفها وعلى كيف اهلها. طيب مو انت بدك تتجوزها؟ يا بي انا تجوزتها مشان بعد عن فكري ومشان الناس ما يقولوا عني بدي اخرب بيته وبيت جوزها الله يرحمه. وانا يلي كنت اقول عنك مغضوب؟ أعوذ بالله يا بي، أنا ماني مغضوب. صدقني أنا تجوزت وتركت الحارة وسكنت ببيت حرمتي بس مشان هيك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. عزو لا تساوي شيء أبدا وخلي كل شيء على حاله لحتى ربك يريد. طيب شو مشان فكرية؟ يعني المستورة خايفة إنه حدا يعرف مطرحها؟ إيه يا معزو، مثل ما قال لك أبوك خلي كل شيء على حاله لحتى رب العالمين يأذن بسترة. إن شاء الله خير، إن
ان شاء الله خير. وبهيك حالي عجيب، يعني ان فاتوا فاتوا على حارة القصر بكون انت مالك دخل. يعني مو انت اللي دليتهم على بيته الابها شيء وريحت راسك من كل السيره. والله عم تحكي بتوزن يا بديب، عجبتني بهالحاله. بطلع انا منها مثل ما بتطلع الشعره من الحشيد. وبتكون ضربت عصفورين بحجر واحد. طلعنا برات قصة بيت ابو هاشم وريحت راسك من زعله لابو الرجا. عداني العين. يلا بسرعه. طيب شو عامل انا يا وفي؟ ولا كلمه سايده، احسن ما اسمع ولا كوب بلص الحاره. ما بدي اعرف انا شو عامل؟ هلا بس اصير عنا بتعرف شو عامل. يلا امشي عطول. لا خلصنا ولا كلمه، العمى شو بتلعي؟ هسه هيك. لا تهكلي هم اختي، لا تهكلي هم. انا رح اعرف مين اللي سرق بيت ابو هاشم. الله يقويك يا رب. امين يا رب امين. وشغله ثانيه بدي اياها منك. امريني. بدي روح شوف كامله بالحبس. لا 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 اختي لا. وليش لا؟ اختي ما بدي اياها تزعل على اللي عملته بحالها لما بتشوفي بزياره عند منها. ما انا بدي روح شوفها حتى اتاكد منها انه هالعمله اللي صارت هي عاملتها ولا لا. أكيد هي عملتها، أكيد. وليش هيك متأكد؟ مين له مصلحة بهالبيت إنه يقتلها غيرها؟ ما لا طايقة حرمة رابعة إنه تفوت على البيت. أي هذا مو عذر لحتى تقتل. الحق معك لك أختي، بس أنا فكرت كتير وحسبت كل كلمة وكل شغلة سويتها، ما في غيرها. وشو حسبت؟ البنت بتحبني وبتغار من فوزية ومن مطيعة. أنت شفتي قديش ضربتها وما طلقت، بالعكس آخر مرة كسرت كلام أبوها وتركت بيتهم ورجعت لعنا. الله لا يتوه لنا رأي. تفضل تقبر نيكول. تفضل يا شهيرة خانة. عفوا سيدي، بس يعني كل ما دق الكوز بالجرة أخديني جايبيني لعندكو. خلاص ولا أنا عم حقق مع الكل. مكتوب وين كنت مبارح؟ بالبيت سيدي بالبيت. وجهودي شعوا جاهزين، أمي وإخواتي البنات. يعني ما شفت الرجل مبارح؟ ما شفته لاني طايق شوفه. ها؟ هي لحالك عم تعترف انك كنت ضده كمان. لا ما عم اعترف، وانا من يوم يومي لا بحب رفقته ولا بحب صحبته لرشدي، ومو من هلا، من قبل ما افوت على الحبس ظلم سيدي. عدلي انت مظلوم؟ ايه سيدي مظلوم، مو بس مظلوم، مظلوم كثير كمان. مين سرق الفران والبوايكي تبع ابو عامر؟ شو بيعرفني مين سرقهم سيدي؟ ما صدقتك. ايه لا تصدقني. بس يعني من ناحية موتة رشدي لازم تصدقني، لأنه الله وكيلك أنا ما دخلني، مالي علاقة. طيب رح أعتبر حالي صدقتك، بس تذكر منيح التحقيق لساته مفتوح، يمكن نعود نجيبك مرة تانية. إيه شو علي سيدي؟ جيبني مرة تانية وثالثة ورابعة، بس مشان الله يعني حاج بهدلوني قدام الناس وقدام الخلق. وش كان بدك سيدي؟ جيب رفيقه من الروح للروح اللي هو مرزوق، وهو بيحكي لك كل شيء صار مع رشدي. روح عدلي روح. ماشي نشف ريقي سيدي، لا تاخذني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اعطيني وفي ولا وفي. روح جيب لي مرزوق. يلا زعلان علي بعد كل شيء سوا معك. بضل جوزي. ولكن سامحي على كل شيء عمله معك. لا ما فيني سامحه ابدا. شايفه يا فكري انك زعلانه على شيء فاضي؟ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بري عليك، هلأ ثبت لي إنك حافظ جزء عمه. خوت هي لك ضبة. الله يخلي لنا ياك يا أبي. تقبرني بدي أعمل له مولد.
اعملي اللي بدك اياه. بدي اعمل له مولي ما انعمل بكل الشام. ان شاء الله بتشوفي ولاد ولاده شهيره خانم. الله يسمع منك يا فوزيه بوجودكم ان شاء الله. امين يا رب. والله شغلي ما بتتصدق يا سهام ما بتتصدق. المهم هلا لازم نخلي الاخت فكريه عنا كام يوم لبين ما تهدى الامور بالحاره. ليش شو صاير بالحاره بقى؟ لك التحيه شغال على ابو موسى وعم يشحطوا الخلايا يلي له علاقه واللي ما له علاقه على الكركون. يعني الحاره قايمه قاعده لك سهام قايمه قاعده. رح خليها عنا كم يوم بس. بس حط ببالك يا عزو مو اكثر من هيك. ها احسن ما تفقع الشغله براسي وقلع من عنا. وانت بتفهم علي صح؟ فهمت عليك. فهمت. ايه لنشوف شو فهمت. هلا المهم قومي حطي لنا غدا. ليش ما اكلت على روح رشدي لك عزو؟ لا ما اكلت وعلى روح حدا ما بحب اكل. ايه مش كأنه هيك رح قوم حط لك اكل. هي الله يرضى عليكي ويعطيكي العافية. مسكينة يا فكرية مسكينة. شو عم يصير فيكي؟ شايف لك شغلتك كل ما لها عم تكبر وعم تتعقد وما لها حل إلا من عند الله. وانت شو أخذك لعندها وليه؟ أنا كنت روح زورها ببيتها أخي. زارك ضريب إن شاء الله ليكسر رقبتي. شو أخذك لعند جيران وليه؟ أخي صدقني ما كنت أطلع من البيت إلا من بعد شهر أمك. إيه عدلي ما كانت تطلع افتكار لما كان من غير ما تأخذ إذني. ولو كان يا أمو ولو كان. بس أنا ما بدي حدا منكم يخالط حدا من الجيران بنوب. ولا عاجبه هيك إنه حضرة جنابة يعني تنتهم بالسرقة؟ لا مو عاجبني. اسمعوني من اليوم ورايح ما بدي حدا منكم يروح لعند الجيران ولا حدا من الجيران يجي لعندكم. مفهوم لما لا؟ أمرك أخي أمرك. شو سمعتي ست افتكار؟ خلاص أخي خلاص. لا بقى نروح لعند حدا ولا عاد نخلي حدا يجي لعنا. خلينا مقبورين بالبيت أحسن شي. وليش هيك عم تحكي معي وليه؟ شو عم بحكي أخي شو عم بحكي؟ والله ما حكيت شي. قولي له يا مو. خلاص خلاص لك عادلي برضاي عليك. ما رح يصير شي غير اللي بدك إياه. خلاص ما عاد نفوت لعند حدا بالحارة منيح هيك؟ ماشي لنشوف. وإذا بسمع بس وحدة منهم فاتت لعند حدا من الجيران لساوي ليلها نهار ونهار هليل. وقولوا عدلي حكى منيح. لا أمرك أخي أمرك. ما تتأخر رجع بكير. يا مو كان ضروري تفتحي له سيرة فكرية. لازم لازم يعرف كل شيء مشان يدافع عن حاله بالكركون. يا مو قلت لي كنت سهران عند حامي. ايه كنت سهران عند حامي. حتى بالعلامة كان كداس سهران معنا. كداس كان سهران معكم. اسألوا سيدي اسألوا. طيب رح اسألوا. اعطيني وفي ولا سهران معكم كان؟ الله وكيلك كان معنا. الو اسمعوا ولا. نعم سيدي احترامي. بتنط على الحارة وبتجيب لي حامد وكداس فورا. يلا حامد كداس بأمرك سيدي أمرك. بتراقبوا لي الحارة والناس مظبوط. شوفوا لي مين اللي تعبانة حالته بينت عليه النعمة من جديد. يعني هاي الشغلة شو راح تفيدنا معلي؟ بتفيدنا كثير. بدنا نعرف منين جاب المصاري اللي حتى عم يتبهنا كلبهنكي. وبهي الحالة ممكن نكشف الحرامي. عم يحكي مدوزن أبو عامر. أنا رح فتح عيني هالقد على أهل الحارة، شوف مين تغير وضعه، واللي بتغير وضعه حأشحط لك يا لهو. أي الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرف عمي. الله يزيدك شرف يا أبو عامر. كداس امشي معي، رئيس الكركون بده إياك على حارك وبلا لعيب. شو بده مني رئيس الكركون؟ جاء مقتل رشدي. أنا شو دخلني بمقتل رشدي؟ لا تلعي لي قلبي. امشي بلا ما أشحطك شحطها. روح عمي روح روح ما وفيك فندي. أمرك معلي. شري امشي قدامي. راجع لك معلي. يلا امشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هالطرنوح موتة رشدي معلمي كانت لا على البال ولا على الخاطر. لا معك يا غريب. الغدار ما له أمان مثله مثل العرب. أعوذ بالله من الغدر والغدارين.
بس انت برايك معلم مين اللي عاملها معه؟ الله اعلم واحد من رفقاته، لانه كان سهران معه وغادر فيه قاتله وهربان من البش. بس يعني كداس معلم مانو من رفقاته، ليش لحتى يحققوا معه؟ ومين قال لك مورفيو؟ انا هيك شفت معلم. لا لا، رفيقه من زمان، من رفقاته لدمى، من لما كانوا اولاد صغار. حامد مرزوق كان سهران عندك امبارح ولا؟ وليش عم تسأل سيدي؟ حامد انا ما بسألك، ما بتجاوب السؤال، بتجاوب على هذا السؤال امانه لا والا نزلكم تقنينه تحت وبرفعكم في الاول. والله ايش لك بالابوس يا كاسه؟ اوه جاوب يا جماعه سيدي. تعالوا لا تاخذ دار مرزوق عم بيقول لكن سهران انت وياه عند حامد، مضبوط هالحكي ولا؟ مضبوط سيدي مضبوط، حتى مرزوق ما قصر، حوالنا عشاء وكاسة شاي وبعدين لعبنا دقين طاولة أنا وحامد، أخذته بدين خشب وبعدين كل مين راح على بيته وضلينا نايمين لبعد الظهر يمكن. طيب ما شفتوا حدا بالحارة عم يتمشى هرب لما شافكم؟ أنا طلعت من بيت حامد رحت لعند أمي، لا شفت حدا بالحارة ولا حدا شافني وضحيت بالنومة. وأنت ولا حامد؟ سيدي لا، أنا لما راح من عندي كداس ومرزوق ما قدرت اتلحلح من محلي لأنه كنا عم نحشي لمخدات القش، فبين ما خلصنا كنت تعبان كثير. وأنت ولا؟ أنا لما طلعت من عندهم دغري رحت على بيتي وما شفت حدا. طلع أنت وياه يلا. الله يقويك يا سيدي. الله يجزيك خير. يلا مع السلامة. مع السلامة. اسمعوا لا خلي وفي يروح على الحارة يجيب لي ابو راتب. يلا يلا عوام. لا روح على بيت ورده، ما في، خليها هي تيجي لعندك، انا هيك بدي. وما تحكي ولا كلمه، ها ما تحكي ولا كلمه. اعمل لك ليش هيك صايره قاسيه علي؟ أنا يا بنتي خايفة عليك. من شو خايفة؟ لك يا بنتي مالك شايفة شو عم بيصير بالحارة؟ سرقة وقتل وهريبة نسوان، خايفة شي واحد طايش يخطفك مثل ما خطفوا مرته لأبو هاشم. صحي أمي ما حدا من الحكومة بده يروح يجي بلا صفية من عندهم؟ ولا تاركين الشغلات الصعبة لأهل الحارة لأنه مالهم قدها؟ شو قصدك ولي؟ قصدي انه تقولي لاخي مظهر عيب عليه، لازم ينسى يلي راح ويساعد اهل حارته، يروح لعند بشير افندي ويقول له ياخذ دوريه قويه ويروح يجيب ولا صفيه ولو بالقوه. ايه طبعا هيك، بس لا تفكري انه اخوكي نايم ومو عارفان شيء. رح يساعد اهل الحاره ورح يرجع صفيه لبيتها. وامتى هالشي بقى؟ كم يوم، كم يوم وبترجع لبيتها، ومنعمل لها حفلة بتليق بمقامها يا فهمية يا خانم. طيب وانت ما بدك تروح تزوريها لأم هاشم؟ ولاعية تلعي قلبك، كم مرة بدي قلك انه مستوانا مو من مستواهن، لا بدي زورها ولا بدي شوفها، فهمتي علي؟ امي انا ما عم بفهم هذا المنطق اللي عم تحكي فيه. لك سدي بوزك، قومي من وشي طلعي على غرفتك، يلا خلصيني بقى، طلعي خلي منك، قومي الي. ايه اهدي امي اهدي ولا يطلع خلقك، لأنه شبعنا نطلع خلق بهالبيت منك ومن أخي مظهر. يا لطيف شو هالجيل هاد. صدقني يا بيك وحياة معزتها اني ما بعرف حرمته لأب هاشي موجودة عندها بالرجل. يعني ما سمعت من حدا انه كانوا عنده ومو حابب تحكي؟ الله وكيلك ما سمعت لحين ما هربت مع كريمة من عنده. ايوه تهري لك هلأ بالرجا شغلته شغلة. وشو ناوي تعمل بهيك؟ ولا شيء، خلي اهل الحارة يروحوا لعنده ويجيبوها بالقوة اذا قدروا. صدقني ما راح يقدروا لا هنن ولا غيره، شو من الفوت لهني ما لبساي. ايوه انا مشان هي ما رح اتدخل،
وانا كمان مثلك بيك ما بدي وجع راسي، بعرف رح يجيني وجع راس لسالي ما بدي اياه. قلت لي وجع راس؟ لكن ليش بعد دعدول؟ لك يا بيك بعد الحادثه اللي صارت مع نايف قلت لحالي بعد دعدوش ارتفه مشان الناس تنسى. اي لا ما قصرت. نحن بعدك بيك. واليوم رايح لعنده؟ اليوم لا بيك، بس ايش كان بدك منه شيء خرطوش فردك. بدي اياك تعرف لي شو ناوي يساوي بالناس اللي هربوا من عنده، وفهمه انه في كم واحد بالحاره ناويين يفوتوا عليه يخلصوا الحرمه اللي عنده بالقوه. هلا هيك بدهم يساووا؟ نبهوا فهموا انه عم يشتروا سلاح وعم يجهزوا حالهم، بدهم يفوتوا يخلصوا عليه هو وكل شيء معه. الدهبات سرقتهم بيت ابو هاشم وانت عم تضحك تلعب الملاء. هي على هز البدان. شوف انا الكداس قلت لك ما اخذت شيء وما سرقت شيء، انا ليش ما عم ترضى تصدقني؟ ما رح صدقك. بدك تصدقني غصب عنك. شو؟ مثل ما عم اقول لك غصب عنك، شنو انا اصدق منك ومنها. لانه كداس بجوز يكون في حرامي غيري نط على البيت قبل ما نط انا وسرق كل الدهبات. أو بجوز هي نسيانة جوزها شو تارك ذهب بالبيت قبل ما يسافروا على الحاج. ماشي رح صدقك. هي كداس لازم تصدق كل شيء أنا عم بعمله مشانك، لأنه مو أنا اللي بيخون أعز رفيق عنده بكل الحارة. خلاص خلاص رح صدقك. طيب يلا قوم خلينا نشوف شغلنا. قوم. أنو شغل؟ شغلنا مع مرزوق. شبك كداس؟ شو بدنا نشتغل فيه؟ بدنا نشلحه كل مصاري، بدنا ناخذ تعبتنا منه. ماشي يلا قوم انت على الهواء. هلا بشرب شاي بالقهوة. هذا الحجر اللي نزل عليك اكيد منفع الفاعل. يعني يا ابو عامر مين له مصلحة يرمي علينا هيك حجر كبير إلا إذا كان بده يقتل واحد أو بده يهددنا؟ بسيطة بسيطة. أنا رح أشوف شغلي ولا يهمك. طيب يا أبو عامر أنا والله ما بدي منك غير تعجلنا شوي بالعرس. شنو إذا غريب تجوز بنتي رح يسكن معنا أنا وأم سعيد، وهيك بكون نحن صرنا مطمنين إنه صار عندها رجال بيحميها وبيعطي باله عليها. ماشي يا أبو سعيد. أنت روح على شغلك. وما بيصير إلا الخير. عامر يعني شغلتي حتمشي؟ ولو وعدتك أنا ورح تابعنا حتصير كاملة مكملة. لك الله يأمر بيتك ويخلينا إياك يا رب. شرف أمي. تفضل سيدي تفضل. يلا يلا اسمعوا لمزور، إذا بعد ما تخلص شغل أنا هو تسكيت تجي لعندي على البيت وتجيب معك عشان مرتب دعم يعني شي كان عايش تسمع لي وانتبه. أنا بأمرك وبأمره غيره. جيب معك قرشين، شنو انا وحامد طفراني على الاخر والدين طمرنا طمر. ايه حاضر. غيره محبحهم شوي. رح شوف شو في عندنا بالبيت مصاري رح شبكهم لهم منيح. درمي العيون. تعال مرزوق تعال. اللي حروح تعال تعال مقبول منك. ما قلك ما قلت لي كدار عجبك الشغل؟ لا تقول فول إلا مكيول لحتى تجي المصاري ونلعب فيها. لا أقول عجبني ولا ما عجبني. رح تصير رح تلعب المصاري بين لينا لعب الكداز رح تلعب ما
وهذا ما بيسترجيع معنا لانه بيعرف حاله رايح على حفل المجنب بيديه ورجليه وما حدا يوقف معه. السلام عليكم. عبود دايما يا رجال. شو وينه معلمك لك ابني؟ بالبيت والله يا سيدي بالبيت. ما عم يجي على شغله؟ ما عم يجي، من يوم اللي توفت بنته، سمع خبر بنته الثانية ما عم يجي على الحمام. خلص خلص، لا تكفي كلامك. يا عمي أبو عامر، أنا رح طقم من هي الحالة. ليش شو صاير معه؟ مو أنا بدي أتزوج بنت معلمي، بس الشيء اللي صار معه ما حدا بيتحمله منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهلا عبود، البنت بدك إياها بعد الشيء اللي صار مع معلمك ولا قلبت؟ طبعاً بدي إياها. أعوذ بالله، ليش حتى بطل؟ بعدين اللي صار مع عمي أبو سليم ما دخله فيه هو. بري عليك ابن أصول. خدامك عمي. يلا السلام عليكم. يلا سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو صار معك يا رفيق؟ قلتلك شو هي؟ يلا يلا جيتك يا سيدي. وين ما بده يروح يروح، بالأخير مرجوعه لهون على الحارة، لأنه ما رح يلاقي حدا يساعده، وإذا حدا عرف باللي عامله رح يخلص عليه. أنا مش شايف هيك، أجلت جوازتي للمستورة بنت أبو سعيد. لك شو دخل هي بهي؟ خايف يجي على الحارة. ما نحن بدنا إياه يجي لهون. يعني شو؟ يا غريب، إذا رجع لهون ما رح يسترجي يفضح اللي عامله مع المستورة، لأنه بيعرف إنه روحه رح تطلع إذا ما بيصلح غلطته. يا صياح، أنا خايف يفضحها للمستورة؟ يا غريب، أنا عم أقول لك، كل ما استعجلت وسدرت عليها للمخلوقة رح تقص لسان كل مين بده يحكي عليك وعليها. بس يا صياح أخي، هي شو ذنب البنت؟ شو ذنبها؟ هي اللي عملت بحالها هيك؟ نحن بدنا نيجي نحط الحق عليها فوق ما هي راكبة الهم ركوب. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله غزا قلبي وشوقي زاد